نداء من صفصف. النهارده يوم العيد، منزلين لنا، مش بطلوا تعملوا توقعات، ما انتوا بتتوقعوا وصفصف بتشتغل، بتتوقعوا والحاجات بتتغير. اقول فيك مو عايز اعيط، عايز اعيط. بلاش توقعات. النهارده ايه؟ بشتغل اهو. عجبكم كده؟ توقعوا بقى، اقعدوا بقى، اصل ده هيحصل ايه وده هيحصل ايه وانا اللي بدفع الثمن. اهلا وسهلا بيكم في الحلقة 26. خطة شوقي اللي كان محضرها لجعفر هتجيبه الارض، ورد جعفر على خطته هيكون مؤذي جدا. خليكم معانا لحد الاخر عشان تعرفوا ايه اللي هيحصل. زي ما قلنا مبارح، جعفر هيشوف دلال في المستشفى عند بلال شامة بعد ما عرفت طريقه من الواد اللي كانت مأجراه عشان يقتله. وقلنا مبارح برضو ان جعفر هيلاقي ستات نازلة وما يعرفش هما مين، وبيلاقي عايدة وقع على الارض وبتتهم وهو في اجهادها وبيجري بيها على المستشفى. المهم بعد ما جعفر بيشوف كل الخيوط بتبتدي تتلم في ايدين جعفر وفي راسه، وخلاص نهاية دلال قربت، لان هي ورا كل وجع السنين لجعفر وورا كل حاجة وحشة بتحصل له. فكونه يشوفها في المستشفى عند بلال شامة بيأكد الشك اللي جواه، وبيحس ان هي السبب، ولكن مش بيوصل لأي حاجة، ولكن بيشك فيها من غير ما يعرفها. المهم بلال شامة راح فين وساب المستشفى؟ شوقي مش عبيط عشان يوري جعفر العمدة صورته مع بلال شامة في المستشفى، وخلاص اكيد كان عامل خطة تانية يجيب فيها مناخير جعفر الارض، لانه عارف ان جعفر هيقدر يوصل للمستشفى اللي فيها بلال في ثانية. المهم شوقي خطف بلال شامة ووداه على مخزن مهجور وربطه عشان يقول فين ابن جعفر، وبلال شامة هيقول له مش يمكن ابوه يدفع اكتر، اللي هيدفع اكتر هقول لهم على مكان الواد. غير ان شوقي طلب من جعفر انه يطلق دلال قصاد انه يقول له على مكان ابنه، وجعفر بعد ما بيشوف دلال بيقرر يطلقها، وكفت ابنه سيف هي اللي هتطب، وخالد سيف نجوى اللي بقالهم حلقتين مش جايبين سيرتها خالص بتحضر نفسها عشان تقول لجعفر الحقيقة، والسيد بيبدأ يحن لوداد من تاني وان هي هتقعد تدحلب له وهيكلمها من ورا اهله عشان هو لسه بيحبها ومش قادر يعيش من غيرها بالرغم من انه ضربها بالقلم، ولكن قلبه الطيب وسيد بطبعه عيوتة، ما احنا كلنا عارفين. جعفر مش هيسكت لدلال بعد اللي شافه وهيطلقها، ولكن لما كل الخيوط تتجمع ويعرف ان هي ورا كل حاجة وبلال شامة هيتحبس، بعد ما جعفر يعرف ان سيف ابنه من خالد سيف، بلال مش هيرضى يشيلها لوحده، وبالتالي هيعترف على دلال والبوليس هيجي وهيقبض عليها ودلال هتتحبس. بس قبل كل ده جعفر هيقعد يسأل دلال كنت فين؟ هتقول له انا كنت بزور واحدة صاحبتي في المستشفى، وبعدها بيفتكر كلام امه صفصف ان هي وقعت بلسانها قدامها وقالت لها مش يمكن طلقها عشان سقطت، وهنا صفصف شكت فيها ونقلت الكلام لجعفر. وجعفر كمان بيفتكر كلام بلال شامة اللي قاله له ان حد من اهل بيته هو اللي وزه يخطف ابنه، وبيفتكر وقت خطف ابنه وهيعرف ان ليها يد في خطف سيف ودماغه هتفضل تودي وتجيب. طب ازاي؟ ما هي دلال في نفس الوقت كان في حد بيسقطها، وهيقعد يفكر كل ده ازاي حصل. ولما بيتأكد ان ليها علاقة في خطف ابنه ما بيسكتش، بس بيقعد يفكر برضو يجيب ازاي دليل يدينها بيه عشان ياخد حقه التالت ومتلت منها ومن اخواتها. عاوز اقول لكم ان الحلقات الجاية هتكون الاحداث كلها ترضي الجمهور، خصوصا ان محمد سامي قرر يرجع التصوير ويغير نهاية المسلسل ارضاء للجمهور. ما تنسوش اللايك والكومنت وقولوا لنا توقعاتكم ايه لنهاية المسلسل عشان يوصلوكم باقي الحلقات قبل ميعادها.